هنتكلم في الفيديو ده عن إدارة المطاعم. عشان أشغل إدارة المطاعم محتاج أجيب إعداد وتصريحات مستخدمين. هاجي هنا على إدارة أخرى، أهو إن أنا هستخدم إدارة أخرى، ومطاعم والتيك أواي دليفري طاولات. هنعلم على كله ماشي، وهنعلم على دي كمان. أوكي حبس. نفتح كده نلاقي إدارة أخرى هنا وظهر فيها المطعم. طيب أنا الأول محتاج أعمل أصنافي، ما هقول مثلا في إدارة المطاعم هنا فئات الأصناف، سيب الفئة العامة مفيش مشكلة، ممكن طبعا أعدلها. خلينا نقول جديد مثلا، نقول إيه سندوتشات. مشروبات، وجبات ساخنة مثلا. طيب خلينا اقول برضو خامات، عشان لو حبيت استخدم صرف تلقائي للخامات. يعني هخش هنا الاصناف، هقول له جديد، هقول له تبع السندوتشات، سندوتش همبرجر. طبعا المفروض احط له سعره، مش مشكله دلوقتي. سندوتش سجق، خلينا نقول سندوتش سجق ده مثلا ب 20 جنيه، وسندوتش الهمبرجر ده ب 18. جديد. مشروبات، بيبسي كولا، كانز، ده ب10. وجبات ساخنة، طبق مكرونة باللحم المفروم، وده ب25 مثلا. طيب تعالوا نقول خامات. خاماتنا هنقول ايه؟ لحم طازج، وده بالكيلو. دقيق، وده بالكيلو. و ايه تاني؟ نقول همبرجر، وده بنشتريه بالقطعة يعني. والسجق، الخامات الأول السجق، والسجق ده بنشتريه بإيه؟ بنشتريه بالكيلو مثلا. طيب أنا محتاج أعمل نسب إنتاج. يعني خلينا نقول ان انا الاول هخش اعداد وصلاحات مستخدمين. هنعلم هنا هون في عام قاعدة البيانات، عام واحد، صرف تلقائي للخامات من فاتورة البيع. طيب ليه؟ لان انا ما بنتجش انتاج مسبق في المطعم، ده انتاج اون فلاي على الطاير. يعني ان انا المنتج اللي هنتجه البرنامج تلقائي يروح يصرف الخامات بتاعته وبعد كده عشان يتباع. طيب خلينا نفتح اي حاجه كده من ادوات المطاعم، تيك اواي مثلا. بيسالنا على الباركود، يعني اي باركود هستخدمه.
هنا الأول المخزن المبيعات ومخزن الخامات. خلينا مخزن المبيعات، مخزن الخامات هو هو، طبعا ممكن مخزن الخامات يختلف يعني. حساب الخدمة، لو حطيت عامل حساب للخدمة هنقول له إيرادات أخرى. ضريبة المراهي خليها تبع ضريبة الدخل مثلا. حساب الفيزا، يعني اي حساب اكون عامله للفيزا، ولا خلينا نحطه تحت الخزينة مفيش مشكلة. فرق المينيم تشارج، لو انا حبيت اعمل حساب للمينيم تشارج خليه تبع ايرادات اخرى، اوكي مفيش مشكلة. طيب انا يهمني دلوقتي نسب الانتاج. طيب نسب الانتاج دي محتاج ان انا اظبطها. خلينا نقول له الاول كده اوكي. نعمل تراجع. خلينا هنا اعداد وصلاحيات مستخدمين، خلينا نعلم على اداره الانتاج، ونعلم على نسب الانتاج، ونقول له حفظ عشان هنستخدمها. طب قبل ما احط نسب الانتاج خلينا الاول نشتري شويه خامات. خلينا اقول ان انا هشتري من المورد الفلاني، هشتري في المخزن ده، هشتري هنشتري كل بيبسي بنشتريه ونبيعه زي ما هو بيبسي. هنشتري 100 كنز بيبسي، سعر الكنز 2، وبنبيعه بنبيعه ب10. خليني اشتري دقيق، اشتري 50 كيلو دقيق، سعر الكيلو 5، هنبيعه ب5، هنبيعه ب5 مش مشكلة، ان انا مش هبيع الدقيق ده هستخدمه في الانتاج. السجق برضو بشتريه بالكيلو، هاتلي 20 كيلو سجق، سعر الكيلو 12، برضو ما ببيعوش فمش هيفرق معايا سعر البيع. السندوتشات دي هنتجها، طبق المكرونة هنتجه، اللحم الطازج بشتريه، هشتري 50 كيلو لحمة، سعر اللحمة 50، برضه ما ببيعوش فمش هتفرق. الهمبرجر برضه ما ببيعوش، هشتري مثلا الهمبرجر ده بالايه بالواحدة، هشتري مثلا 100 قطعة همبرجر، سعر القطعة 1.5 جنيه، برضه ما ببيعوش فمش هتفرق معايا. مثلا هنفترض دي الخامات اللي احنا اشتريناها. خلينا نعمل نسب الانتاج، طبعا اعلم تعمل في الصلاحيات عشان اقدر افتحهم. اوكي مش مشكله، انا هضيف دلوقتي، انا قبل ما اضيف دلوقتي انا عاوز اخش على الاعدادات، سوري دي اعدادات السكانر. هنا نسب الانتاج، هقول ان انا هنتج سندوتش السجق. سندوتش السجق ده ما عملناش عيش على فكرة، عايزين نحتاج نعمل عيش. بياخد ايه من الخامات؟ بياخد سجق. طيب تعالى نعمل عيش عشان يبقى قيصر، نضيف صنف اسمه قيصر بالاصناف الجديد تبع الخامات. قيصر عيش قيصر عشان يبقى عارفين ده عيش، وهو بالواحدة يعني. وخلينا نعمل فاتورة شراء ونشتريه. هشتري من المورد الفلاني، هشتري عيش كايزر، هشتري 100 واحدة، سعر الكايزر 1 جنيه مش مشكلة عشان انا مش ببيعه. وحبس اوكي. خلينا في نسب الانتاج، هنا هنقول هنا برضو خامات، وهنقول ايه عيش كايزر. طيب بياخد قد ايه سجق؟ بياخد 100 جرام سجق. بياخد قد ايه عيش؟ 1 عيش. هل بياخد حاجة مع الطماطم بقى حاجات كده يعني؟ المهم ان انا هكمل بقية نسب الانتاج بتاعة السجق. حبس. طيب جديد، هقول له بقى السندوتش التاني ده الهمبرجر هياخد ايه؟ هياخد من الخامات، هياخد همبرجر. همبرجر ده بالواحدة، هياخد همبرجر يويو، وهياخد عيش 1 كايزر. حبس. طيب جديد،
احنا كده خلصنا السندوتشات. المشروبات طبعا انا بشتريها وابيعها مفيش مشكله. لا المكرونه دي بنتجها، يعني بنتج مكرونه. هقول ان هي المكرونه دي بتاخد ايه، لحم طازج، بتاخد مثلا 200 جرام لحم وطماطم وكذا كذا وكذا، وهياخد معاها ماشي قطعتين كايزر، وهياخد معاها رز وبطاطس و و و و و حبس كده. يبقى ده طبق المكرونة. طيب بعد ما عملنا الكلام ده طبعا ابتدي انتج. طبعا ممكن افصل مخزن البيع عن مخزن الخامات، بس ده يعني مش مشكلة دلوقتي. طب خلينا نتك على الاصناف. هطلع لي الاصناف بتاعتي. شايف طلع لي هنا من ضمن الاصناف اللي طالعه لي، طالع لي الفئة العامة وطالع لي الخامات. طب انا مش عاوز دول يظهروا. طب عشان ما يظهروش اعمل ايه؟ هروح اخلي الفئات بتاعتهم واديها ناقص واحد. يعني حاجة على الفئات الاصناف كده، في عندي حاجة اسمها هنا ترتيب. الترتيب ده عشان ارتب الـ الفئات بتاعتي حسب الاهميه بتاعتي. طيب لو انا اديتها بالسالب، سالب واحد مثلا، سالب اتنين، سالب اي حاجه، يبقى معنى ان هي سالب معناها انها مش تظهر لي في القايمه، يعني انا ما بستخدمهاش في البيع. طيب تعالى برضو دي، وتعالى على الفئه العامه، تعديل سالب واحد. نرجع للتيك اوي تاني، اقول له الاصناف. شوف ما طلعليش بقى غير المشروبات والوجبات والسندوتشات، يعني ما طلعليش الفئات التانية، خفيتها لان انا مش عايزها تظهر لي. طيب حاجه اقول له هنا وجبات ساخنه، يطلع لي طبق المكرونه. جاب لي كده وجاب لي السعر بتاعه. ابتدي اقول له الاصناف تاني، ابتدي اقول له مشروبات بيبسي. تالت اقول له سندوتشات، سندوتش سجق. طيب وفي الاخر حفظ. هو حافظ الوقت كده وخرجه من المخزن وكل حاجة. يعني لو انا رحت هنا كده في ادارة المخازن في كارت الصنف وقلت له عرض، جاب لي كل اللي تم. شوف بقى من ضمن اللي تم هنا، خلينا نبص على البيع. انا في البيع هنا بعت طبق مكرونة. طيب طبق المكرونة اللي بعته ده هو قبل ما انا ابيعه هو ضافهولي، ولما ضافهولي هو خرج لي الخامات بتاعته، خرج لي لحمه وخرج لي عيش قيصر، خرج لي الاثنين دول. يعني صرف خامات واضاف المنتج وبعد كده انا ايه بعته. طيب نروح للبيبسي. البيبسي ده عادي ملوش انتاج فاتباع عادي مفيش منه مشكله. طب نيجي للساندوتش. الساندوتش له انتاج. الساندوتش عشان انا ابيعه هو الاول ايه ضافه كاضافه انتاج. طيب وصرف له الخامات بتاعته. شايف الاثنين دول تبع الساندوتش، صرف لي السجق وصرف لي عيش قيصر. اذا انا صرف الخامات بتاعته وعدين قبل ما ايه، قبل ما ابيع. طيب اذا ده عمليه الصرف التلقائي للخامات. التيك اوي ده احنا عندنا في المطعم ثلاث واجهات، ثلاث واجهات اساسيه، ده ثلاث واجهات بيع. واجهه اللي هي التيك اوي. التيك اوي ده عميل هيدخل هيقطع بون ويدفع الفلوس ويروح يستلم الحاجة بتاعته من السيرفيس يعني او من المطبخ، يعني انه هياخد حاجته ويمشي. طيب النوع الثاني اللي هو الدليفري. الدليفري ده حد اتصل بالتليفون، عميل قال انا عايز كذا 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 وعاوز مندوب يجيبها لي البيت او كده. ف البون هيتعمل وهيتعمل باسم مندوب، والمندوب ده هياخد البضاعه دي او الوجبات دي ويروح يسلمها للعميل ويجيب منه الفلوس، وبعد كده ندفع حسابات الفاتوره. التيبلز، الترابيزات. الترابيزات هتبقى وضع مختلف، ان انا بعمل ترابيزه والعميل بيقعد على الترابيزه وبيطلب طلبات. طب وكل شويه يجدد يضيف حاجات على الطلبات، يعني هو طلب مكرونه وطلب كذا، شويه طب هات لي بيبسي، شويه طب انا عاوز شاي، شويه طب انا عايز كذا. اذا هو قاعد على الترابيزه كل شويه بيضيف طلبات، وفي الاخر خالص بعد ما بيخلص الوجبه بتاعته او الدنيا بتاعته بيقوم ويروح السيرفيس يحاسب الترابيزه قبل ما يمشي. طيب اذا الواجهه اللي عم نتكلم عليها دلوقتي دي واجهه التيك اوي، واللي هي تعتبر
ايه البيع المباشر، اللي هو ان انا عميل هيجي وياخد حاجة ويدفع قيمتها ويمشي. طيب هنتكلم على الثلاث حاجات الاول، وبعد كده نتكلم على دور المطبخ ودور الخدمة في الموضوع ده. طيب خلينا نجيب إدارة أخرى، نتكلم على الدليفري. الدليفري ده العميل. طيب بقول لي مفيش حاجة، هنكمل اليومية بتاعتنا مفيش مشكلة. هنا بيظهر لي الحاجات اللي معمولة اللي لسه دليفري ولسه ما اتسلمتش. طيب أنا هقول له إيه إن أنا هعمل جديد. فجديد بيقول لي العميل مين؟ هقول له عماد علي. بيقول لي عايز تضيف عماد علي، اقول له قبول لي تليفون العميل كام عشان اضيف تليفونه، عنوان العميل ايه اضيف عنوانه، اضاف له كده. طبعا لو في عندي مناديب هبتدي اختار ايه المندوب فلان اللي هو هيبقى بالنسبه لي الطيار. يعني تعالى كده اروح للموظفين اعمل المبيعات وهعمله مندوب بيع واسميه احمد، وهعمل واحد تاني مبيعات مندوب بيع سميه علي مثلا. طيب كده انا اقدر احدد هنا مين المندوب اللي طالع. المندوب اللي طالع معديا احمد. طيب وطبعا هختار بقى العميل، هختار ايه عماد وكده يطلع بياناته والمندوب احمد. ابتدي اقول الاصناف اهو، اختار الراجل اللي عايز طبق مكرونه وعاوز معاها كمان مشروبات، عاوز بيبسي. خد بالك ان هو كده بيضيف دايما ايه بالواحده، بيضيف بالواحده ليه؟ عشان انا معلم على تلقائي. تلقائي دي يعني هو اي صنف بضربه بيضيف لي واحده وينقلني على السطر اللي بعده. لو انا شلت التلقائي دي هيبتدي يسالني على الكميه. طيب ما المهم ان انا عملت دي يعني، وبقول له ايه حفظ. ده اتحفظ هنا عند عماد. طيب تعال نقول له جديد، نقول له عميل تاني اسمه حسن. حسن هنضيف حسن تليفون، اي تليفون عنوانه. المندوب مين؟ المندوب المرة دي علي. طيب هختار بقى حسن. طيب هقول الاصناف، هختار انا كنت هياخد بيبسي ماشي، وهياخد سندوتشات، هياخد سندوتش سجق بس. حاسس برضو اضاف لهنا. طيب الطيار خد الكلام ده وراح من المطبخ وطلع بيه يسلمه للعميل. طيب بعد ما يسلمه للعميل وجه، جه قال لي انا عايز احاسب على الفاتوره بتاعت حسن او بتاعت عماد او بتاعت كذا. هختار الفاتوره دبل كليك كده واقول له ايه الفاتوره دي، يا اما نقدا يعني كم هكاش، او ان هي اجل، او ان هو يدفع بالفيزا. هنقول له نقدا، اكد عليها المبلغ كده. خلاص كده كده الفاتوره اتشالت من هنا واصبحت فاتوره من ضمن الفواتير العاديه، والفاتوره اللي بعدها والفاتوره اللي بعدها وهكذا. كل ما فاتوره تيجي تتحصل بخش اعمل عليها دبل كليك عشان ايه ادفع مدفوعات، او ان انا اعمل جديد عشان اضيف فاتوره جديده. يبقى ده الدليفري. طيب نتكلم على ايه الترابيزات. طيب الترابيزات دي يعني بص خلينا برضه نخش الطاولات كده. بيقول لي لا يوجد طاولات، لا يوجد مخازن. اذا انا لازم اعمل طاولات بروح هنا في اداره المخازن وبنشئ طاولات. بقول مثلا طاوله واحد، طاوله اثنين، طاوله ثلاثه وهكذا. طيب لو فتحت طاولات كده كده عليه على البون، هنا بيعمل تحديث لحالة الطاولات يعني كل 10 ثواني. اول عشان اعمل حاجة الاول بحدد الطاولة، ولكن مثلا انا هشتغل على طاولة اتنين، ابتدي اقول له جديد، فتح لي بون جديد، ممكن اقول له الاصناف، اقول له وجبة ساخنة، طلب مكرون وطلب بيبسي. اوكي حبس. كم واحد قاعد على الترابيزة دي؟ واحد، مش مشكلة. بقى هنا الطاولة دي محجوزة ومحجوزة من الساعة واحدة كده، في حد قاعد عليه. نيجي طاولة تاني، طاولة ثلاثة جديد، اقول له برضو الاصناف، طلب بيبسي، طلب سندوتش همبرجر ماشي، وفي الاخر حبس.
كم واحد قاعد؟ اتنين. اذا هنا الطاولات قاعد كل شويه يطلب، هاجي مثلا اقول له الطاوله اتنين، طاوله اتنين، هقول له هنا جديد، فتح لي سطر تاني عشان قال لي طب هات لي كمان واحد سجق، اوكي، وهات لي كمان واحد همبرجر، اوكي، حبس، تمام. اذا طاوله اتنين بقى فيها كده، يبقى دي طاوله ثلاثه، دي طاوله اتنين. طب هيجي بعد ما بتاع الطاوله خلص خالص، الراجل عايز حاسب، فبجيب الطاوله بتاعته كده، يطلع لي البيانات بتاعتها، ابتدي اقول له مثلا نقدا او اجل او بالفيزا، اقول له نقدا اهون، مش مشكله، مش مشكله، خلاص كده الطاوله بقى رجعت تاني فاضيه ما عليهاش حد، تمام. اذا ده موضوع الطاوله. في تفاصيل اخرى بقى وخيارات وحاجات زي كده هنتكلم عليها فيما بعد، بس خلينا الاول بس نتكلم على الشكل ايه المبدئي للدنيا. يبقى دي طريقه الطاولات، ان هو حد بيفضل قاعد على الترابيزه ما بتحولش لفاتوره الا لما بعد ايه بتدفع الفاتوره. طيب في حاجه تانية اسمها المطبخ. طبعا فتحت المطبخ ده بيحدث كل 10 ثواني، ممكن طبعا نكبرها كده، طبعا هو يحدث كل 10 ثواني في عشان الكبت، فهو يحدث كل 10 ثواني، نستناه 10 ثواني. المطبخ بتظهر له الواجهه دي الفواتير اللي اتعملت، دي فاتوره معموله بتاعت التيك اواي الدليفري، ودي فاتوره بتاعت سوري الدليفري، ودي بتاعت التيك اواي، ودي بتاعت الترابيزات. يعني اي بون فاتوره احنا بنضربها بتظهر في المطبخ. طيب بتاع المطبخ بيقول والله انا خلاص جهزت الطبق ده وجهزت البيبسي، خلاص اذا اتشالت من عنده الحاجه اللي بيعملها ويجهزها بتتشال من عنده. طيب في شاشه تانية لحد بتوع السيرفيس اللي هم قاعدين قدام المطبخ اللي هم بنسميهم الخدمه، بيظهر له برضو واجهه مشابهه لكده. الواجهه دي اللي هو علم عليها بتظهر له هنا في الخدمه باللون الاحمر ده، معنى الاثنين دول بالحمر كده معناها ان بتاع المطبخ جهزهم، فانا هعمل عليهم دبل كليك كده ودبل كليك، يبقى خلاص انا خلص خدت اللي جهزه بتاع المطبخ وسلمته للعميل بتاعنا او الزبون يعني. طيب فبيك برضو بتاع المطبخ مثلا كده، مثلا هيعلم على طبق المكرونه مثلا، نلاقي ان بتاع الخدمه هنا كده طبق المكرونه هيظهر عنده باللون الاحمر، يعني ان هو خلاص طبق المكرونه ده تم تجهيزه، فممكن ياخد الطبق المكرونه ده يروح يوديه للزبون وهكذا. اذا بتاع اذا بتاع الفواتير بيعمل الفواتير بتظهر عند بتاع المطبخ، بتاع المطبخ بيقوم بتجهيزها عشان تظهر عند بتاع الخدمه، يعني كده تبقى ايه الدوره دوره كامله يعني. دي يعني فكرة مبسطة وسريعة كده عن إدارة المطعم. شكرا.